انا الواضح ان اللايف ده فيه عكوسات، مش عارفه ليه. anyway هو لايف مهم قوي، مش هبتدي غير لما تكونوا كلكم موجودين، او يعني ناس كتير منكم موجوده معايا. عمال يقطع مني كل شويه، يقطع مني كل شويه، مش عارفه ليه الحقيقه. يعني فاكرين كل شويه كنت بقول لكم انا عندي لايف مهم جدا لازم اطلعه، لايف ستريم مهم جدا لازم اطلعه اقول لكم عليه، وبتقرصني ذبابه التيسي تيسي وارجع انام تاني. ذبابه التيسي تيسي عارفينها؟ انا هستنى شويه بس، لان انا مش شايفه معايا تقريبا غير يسوها يا هاجر، فانا هستنى شويه كمان لغايه اما الناس تجمع شويه، عشان الحاجه دي حاجه جميله قوي وانا مش عايزه اتفرج عليها لوحدي. انتوا مش متخيلين جمالها اصلا، يعني مش عايزه حتى اني اشوفها لوحدي. ازيكو؟ نورت الدنيا شويه اهي. يا ترى يا هل ترى هاي لو جت الناحيه التانية هيحصل ايه؟ 3 فيورز. طيب ماشي، استنى شويه كمان اروح اعمل فنجان قهوه واجي لغايه اما الناس كلها تيجي. بقوا 2 ماشي برضو. اوكي ننتظر، احنا في الانتظار. I am waiting. سارة سارة كل شوية بيقطع لي، معلش يا سارة انا كنت بحاول ان انا افصل الاغنية واكلمكم، لقيت نفسي بفصلني مع الاغنية معرفش ليه، عايزة اعمل لكم اجواء وبتاع. روحي نادي على اختك هاجر يا سارة، روحي نادي على سكينة. واللي يعرف البنات ندى وسلمى نولا ارتس يندهلهم يقول لهم هاي عايزاكم تعالوا بسرعه. هحاول اندهلهم كده من غير ما يقطع اللايف. استنى يا رب ما يقطع اللايف، ما تكسفنيش يا رب. ده استاذ سيمبا معدي. ميس يو تو يا ليندا، ميس يو تو. يعني انت اول مره تشمه يا سيمبا؟ يعني مش هعرف انادي على سارة وسلمى وندى. خدينا معاكي وانتي بتعملي القهوة. اه والله هفطس واشرب فنجان، انا لسه صاحية حالا اصلا. سيمبا حبيبي انا مش بصورك انت، انا بصور الحاجة. اوعى 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 من غير عصبية اوعى. ايوه وعودتي حبيبة قلبي، حبيبة قلبي يا وعودتي، وعودتي صاحبتي من فلسطين لدبي لتركيا لدبي، بس انا للامارات انا يعني، بس هي لسه في تركيا اللي بتجيب لي الحاجات الحلوه قوي دي. الحاجات الجميله دي كلها من وعد، هي اللي جايبها لي الحقيقه، ولسه في مفاجآت كمان هحضرها لكم مع وعد. بس اما تحن عليا وتقول لي اوكي هاي حاضر. مساء الفل يا نونا، حكمتي ضميرك يا نونا ولا لسه ما حكمتيهوش؟ فهميني بس، عايزه اعرف حكمتي ضميرك ولا لسه؟ قوليلي قوليلي اه يا هيا حكمت ضميري. كنت بدي ارن عليكي اليوم، منيح اني ما رنيت عليكي، كان دبحتيني لو صحيت من النوم. ده انا كنت نايمه زي ما اكون حد خبطني على دماغي. سيمبا يا حبيبي مفيش كندي هنا، اوعى كندي اللي هي صاحبته. فدي الحاجات دي اللي انا بجيبها من وعد، بصوا حلوه ازاي. وده الحقيقه سيمبا مش بقيه المفرش. طيب ها بقينا 11 كويس جدا. طيب انا هعمل الكاميرا ذا اذر سايد عشان ابقى شايفه الكومنتس وشايفه اللي بيحصل. اوكي فايه كده، يا رب ما يكونش اللايف وقف. اوعى يا حبيبي. لا الحمد لله اللايف ما وقفش. احنا فين؟ احنا كده تمام. لا ايه شايفين؟ طيب هاجي اقول لكم بقى القصه، بس هاجي اقول لكم القصه زي انا مش عارفه، انا مش لاقيه مكان اقعد فيه. anyway فاكرين لما كنت كل شويه اقول لكم انا جبت من بنات اسمهم نولا ارتس، جبت من عندهم ريزن ارتس، وقلت لكم انا مش هاين عليا افتحه غير لما اكون وياكم في لايف ستريم. هو ده اللي انا هفتحه بقى دلوقتي، لاني خلاص مش قادره بجد مش قادره. عارفين اسمها ايه دي هايفا، وهي بتقول مش قادره استنى يوم كمان. انا نفس الحكايه،
مش قادرة استنى يوم كمان، وبقول للريزن ارت تعالى بقى هفتحك بقى وتعالى نتفاجئ مع بعض بالظبط. انا حاسة ان انا I will يعني find a surprise awaiting me يعني في الريزن ارت ده. بس استنى اما اعمل اللي انا الديكوريشن اللي انا عاملاه في الهدوم عشان بس ايه البرستيج. هلو، مش باين مني حاجه، وده حاجه كويسه جدا، حاجه جميله جدا. انا اهم حاجه عندي تبان الريزن ارت. منال مصري تقريبا، لا وعد مصري، لا منال مصري، لا انا هنزل على الارض. استنى عشان اشوف الكومنتس. اوكي، فاكرين بقى امبارح لما اول حاجه عملت ال حبيبتي يا هيوش دي وعد، حبيبتي يا هيوش انت بتعرفي معزتك عندي وكل متابعينك لازم ندللهم ونعمل لهم قفر حلو ان شاء الله. غير القفر يا وعوده، وعد جماعه بتتكسف بس تقول انها عندها شغلات تركيه فظيعه، اللبس التركي بتاع المحجبات اللي يجنن ولبس البيت الفظيع، بس هي بتتكسف تقول الحقيقه. هي اساسا ست صاحبه شركه وست مهمه ومحترمه وليها فرع هنا في الامارات. فاللي هو بقولها وعد من فضلك خليني يعني الحاجه بتاعتك الريبريزنتيف بتاعتك اللي موجوده تجيب لي الحاجه في فنجان قهوه معاها ونعرضها سوا. وهي بتقول لي حبيبتي يا ليندا ونعرض الحاجه، فبتقول لي اصل الريبريزنتيف بتخجل جدا. قلت لها خلاص انا اللي هعرضها مش الريبريزنتيف انا. المهم ده لسه بقى موضوع تاني هنتكلم فيه مع وعد. بس فاكرين امبارح لما كانت بتعمل لي وشي ضميري مش مطوعني من كل ده في نفسي، وضميرك يتوعك تكسري بخاطر يو يا حبيبتك قولي لي. فاكرين امبارح لما عملت لي وشي داليا وكان احمر والناس كلها كانت مخضوضه، ايه هاي اللي بيحصل ده وبتاع، يا لالا يا لولو يا روح قلبي. بصوا بقى، بصوا النهارده وشي الحمد لله ما شاء الله الحمد لله رايق ازاي، ولا احمر، هو بس احمر من الكسوف لان انا طالعه لكم كده نحيف. بصوا رايق الحمد لله، ما فيش احمرار ولا حاجه، بل بالعكس. فريده بنتي بتقول لي يا مامي، على فكره انا صاحيه من نوم منفخه وما شربتش قهوه، بس فريده بتقول لي يا مامي لا وشك شكله احلى، وشك تحسي ان هو رايق وصافي، ده من اللي هو الديرما رولر بتاع داليا. وهي كانت قالت لي انت اللي قمر يا لالا، والله العظيم انت اللي قمر يا ست البنات، يا اجدع ستات المصريات في الامارات، يا اجدع ستات، لا انا كده اتكلمت حاجه غلط، انا قصدي يا اجدع سيدات المصريات اللي هو الجاليه المصريه في الامارات. يعني انا مش عارفه اقولها ازاي عشان في انا بحبك يا لالا بس بكده، مش هقول اكتر من كده. يا اختي يا اختي يا العسل، والله انت العسل يا ساره، المحوجه بتاعتك اموت من كتر ما باكلها يا جماعه الحقوني. بصوا فده بقى فريده بتقول يا مامي وشك شكله صافي وجميل، وفعلا هو فعلا فعلا انا ما شفتش وشي بالطريقه دي من فتره كبيره قوي، من سن مثلا من 3 4 سنين لما كان عندي حاجه 20 سنه. ما علينا، ما هو ده اللي معذبني يا قشطه. دي نونه ربنا يخليكي ليا يا نونه. شيماء الشربيني ما شاء الله قمر، ربنا يديكي على قد قلبك الطيب، ربنا يخليكي يا شيماء. انا بحبك قوي اساسا، ومش عارفه بحبك ازاي وليه وامتى وفين، بس ما اعرفش ليه حبيتك قد الدنيا كلها. هيو يا القمر انت بجد ما شاء الله وشك زي البيبيات، ربنا يخليكي يا سلمى، وما يحرمنيش منك ابدا، ده من ذوقك واخلاقك وطيبتك، حمرتولي وشي زياده، هتخلوا البنت تقول وشها باظ، لكن والله وشي ما باظش ولا حاجه، هو كده. انت اللي حبيبة قلبي يا لالا، يا ام قلبي كبير وطيب وحنين وحبيبة الناس كلها، ربنا يخليك يا هبة بجد. انا الحمد لله رب العالمين ما فيش حد جاب سيرتك الا جاب سيرتك بكل خير وطيب، وانك انسانة جابرة للخواطر. يعني بجد دي اهم حاجة في الدنيا، ان الانسان يكون جابر لخاطر اللي قدامه. انا مش عايزة اطول عليكم بلايف طويل، هو بس كلمتين عشان ما تزوش مني، لان احنا لسه بكرة عندنا اللايف بتاع كوكينج مع هيا، وهنقعد مع بعض 17 ساعة، فانا بس هخلص بسرعة وامشي عشان ما تتضايقوش. بصوا بقى،
فاكرين لما قلت لكم على البنتين الحلوين سلمى وندى نولا ارتس؟ لما انا قلت لهم يا خلاصي عليكي لما بتتكسفي وشك اسكتي يا اسكتي يا ربي يا ربي. بصي المهم انتوا بتدوروا على الكسوه وجبوها. كسوه وجبوها يا نونو يا نونو، انت اللي وحشتيني اكتر يا نونو. فين يا بنتي الحاجه اللي قلت لك عليها؟ هعضك من مناخيرك الزغنونه دي وهخطفها يا، وانت عارفه انت عارفه هخطفها يا. كلمه السر هخطفها يا. بصوا البنتين اللي هم سلمى وندى هما بنتين شركاء في بروجكت اسمه نولا ارتس، دول بيعملوا فيه ريزن ارتس. اوكي ريزن ارتس اللي هو زي اللي كانت بتعمله صاحبتي علا، وكانت عملت لي اللي هو بتاع السكوير اللي انا دايما بحطه اللي هو الكيك ستاند السكوير اللي بحطه. فانا طلبت من نولا، هما ليهم ستايل تاني في شغل الريزن غير الستايل بتاع علا، فانا طلبت منهم وقلت لهم كلمت سلمى قلت لها يا سلمى انا عايزه من فضلك تعملي لي كذا وكذا وكذا وبالشكل كذا ويكون بالطريقه دي. فهي قالت لي حاضر يا هايا انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. عايزه ابدا شويه، لا مش عارفه بقى. قلت لك اللي يخطف يخطف اتنين مش واحد، هخطفهم كلهم بما فيهم انت يا نهى. فايه قلت لها يا سلمى اعملي لي، انا كان الكونتاكت بتاعي مع سلمى خلاص. فقلت لها سلامة قولا سمع صوت مالي مش دي القضية. فقلت لها يا سلمى من فضلك اعملي لي كذا كذا كذا. فهي قالت لي حاضر، وراحت عامله لي الحاجه اللي انا عايزاها. جيت بعد كده بقول لها بصي يا سلمى، طبعا اللي حصل ان والده جوزي الله يرحمه احسن ليها تعبت، وبعدين الله يرحمها توفت، وما قدرتش افتح اطلع لايف فن يعني ان انا افتح الحاجه وبتاع. فعماله اقول لها انا اسفه مش قادر، انا مش هين عليا افتح الحاجه من جمالها اصلا، يعني انا عايزه افتح حاجه معاكم ان احنا نكون كلنا مع بعض ونشوف الحاجه بجد حلوه ولا لا خلاص. ف ومش عارفه يحصل ايه ويجرى ايه وبتاع. المهم يعني هو كان برضو عامل زي اللايف بتاعنا وداليا اللي هو عمالين نجري ورا بعض، وهي احنا نجري ونجري والزمن يجري ورانا لغايه ما الحمد لله ربنا حقق لنا امنيتنا وطلعنا امبارح لايف. نفتح بقى مع بعض الريزن ارت ونشوف هما عملوا ايه. اول حاجه هي طبعا يعني رغم ان قلت لها انا ما بحبش هدايا، بس برضو بعتت لي هديه. هي بعتت لي دي هديه. بصوا طريقه التغليف عامله ازاي، لذيذه جدا جدا جدا، تجنن ما شاء الله. يعني نفتحها سوا ونشوف دي ايه. انا هموت، انا على نار وعايزه اتفرج وهي مغلفاها كانها قافله يعني حاجه سر دولي. بصوا شايفين، بصوا لذيذه قوي. يا جماعه من فضلكم اما اطلب حاجه من حد انا ما باخدش هدايا، انا بطلبها وبطلبها ببقى طالباها وعايزاها. فمن فضلكم ما باخدش هدايا ومش عايزه هدايا من حد. بس انا بصراحه هي انا يعني هي حطتها لي جوه، وبعد كده قالت لي هاي انا بعت لك حاجه بسيطه، فانا اكيد يعني مش هرجع لها الحاجه يعني مش هكسفها. بصوا نفتح بقى مع بعض ونشوف دي ايه. واو، اشوف انا الاول وبعدين اقول لكم. بسم الله ما شاء الله، واو واو بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بصوا ده ورد طبيعي بعت جايباه من اونلاين، لان انا طلبت الاوردر بتاعي يكون فيه الورد الطبيعي وتعملي كومبينيشن ما بين البينك والابيض، لان انا بعشق الباباتيا البيضة. الباباتيا دي اللي هي وردة الكاموميل باللغة العربية، اما بالتركي فاحنا بنقول عليها باباتيا، او يعني الوردة دي، لا مش وردة الكاموميل، هي الوردة دي اسمها باباتيا اللي هي الوردة البيضة الحلوة دي، انا بعشقها دي بموت فيها. فانا طلبت منها تجيب لي الورد ده وتعملي كومبينيشن ما بين البينك والابيض، لان انا عاشقة زي ما انتم عارفين هاي عاشقة للون البينك، لدرجة ان بنتي وهي صغيرة كنت مسميها بينكي. وبصوا كاتبالي ايه باين،
كتبالي اسمي على الكوستر ده اللي هي عاملهولي هدية. ربنا يخليكي يا سلمى وندى. الحاجة اللي عجبتني في سلمى ان انا قلت لها يا سلمى انا مش هفتح ده غير لما اقول للناس ان انا واخدة منكم الحاجات دي. هاد اللي مجنني، كل ما بدي ابعت لك هدية ما بتقبلي. ما بقبلش هدايا يا خالتي، ما بقبلش هدايا يا ليندا. انا اشتري علشان انا بحب ان انا اعطي لكل حق حقه. ده بروجكت انت عاملاه تعبانه فيه، اخد تعبك ومجهودك وعرقك كهديه ليه؟ ليه؟ بالعكس، ده انا لما اشتري منك الحاجه انا بحس ان ربنا هيرضى. فريده ممكن تفتحي لي التكييف هفطس بدل ما انت قاعده فوق الترابيزه كده. بحس بجد ان ربنا هيرضى عليا وهيبارك لي في اللي معايا، لان انا اسعدت صاحبه البروجكت. وانت لو الحاجه لو مش حلوه والله العظيم ما هطلب، والله العظيم ما هشتري. انا ما بطلبش او بقول لحد انا عايزه حاجه الا لما بكون متاكده ان فعلا الحاجه حلوه. فاللي هو انا بحط when I pay something انا I'm paying it، وانا عن طيب خاطر وراضيه. وفي نفس الوقت انا لما حد بيشتري مني حاجه في الاكل بتاعي ببقى فرحانه جدا، فنفس احساسي بترجمه للاخرين. ايوه بابا علمني ايه؟ بابا علمك ايه؟ ايه يا ساره؟ ساره سمير، بابا علمك ايه يا ساره؟ انا ما قلتش بابا علمني، انا بقول المحوجه باكل منها كتير. رغم ان منال امبارح، منال استاذه منال مصري قالت لي اعمل ايه، عملت وحطيت في طبق صغير ثلاثه، وبعدين رحت رايحه جايبه العلبه كلها واكلها زي توم اند جيري كده لو تفتكروا، كان في مسلسل من المسلسلات. فده اللي هي الريزن ارت اللي عملته لي سلمى. ما كملتلكوش، كل شويه ارغي ارغي من غير ما اكمل. انا بس احط ده في خلفيه عشان يبان، عشان تعالي كده بابا بصوا اهو. ايوه واو، انا معايا اودينسز دلوقتي في البيت كمان. باباكي انت. ايوه بابايا علمني يا ساره ان انا ما اخدش. ايوه بابي كان دايما يقول لي ما اخدش تعب حد من غير ما اكون راضياه باللي يرضي ربنا ويرضيني، اللي هو ما اخدش عرق جبين حد الا لما اكون دفعه له ثمنه، والا ربنا مش هيبارك لي في الشيء اللي معايا، وهبقى حتى لو كان عن طيب خاطر من الطرف الاخر بس انا من جوايا هبقى مش حاسه في حاجه غلط. فهو بابي علمني كده ان انا ما اكلش عرق حد واعطي لكل ذي حقا حقه. خلاص ده ايه الهديه بتاعه سلمى وندى. اوكي، فانا لما بقول لسلمى نسيتي المحاضره اللي اديتيها لي، واي وانت كمان، بقول لها ايه يا ساره من فضلك انا عايزه اقول لك على حاجه. انا تخيلوا ان انا عشان اطلب منها اسمها ايه اللي انا لسه قايله، المحوجه فريده، ممكن تجيبي لي علبه المحوجه من تحت السرير؟ تصير براضة قبل ما انام عشان اطلب منها محوجه او مفتقه وبتاع. كنت ببعت حد من صحابي يطلب منها ويجيب لي علشان ما تعاملنيش معامله الصديقه، انا وهي بقينا الاصدقاء سبحان الله، عشان ما تعاملنيش بمعامله الصديقه وتقولي لا دي هديه مني ليكي وكلام الفارغ ده كله. فبصي يا ساره عشان ما تتعبنيش انا بعمل واحد اتنين تلاته، فممكن بعد اذنك لما اطلب منك حاجه، شكرا يا فريده، ممكن ممكن يا ساره من فضلك لما اطلب منك حاجه تاخدي ثمنها عشان ما تتعبيش قلبي. يا هي ده كلام؟ ده احنا اصحاب، ده احنا اخوات. قلت لها الصحوبيه والاخويه حاجه والبيزنس حاجه ثانيه. انت ده بيزنس، انا لازم ان انا يعني لازم ما فيش خلاص. فهي دي المحاوله، ده اللي فاضل منها يا شباب. قعدت ارقده لغايه اما نمت الحقيقه، يعني حاجه يعني بعمل في منتهى الغلط يا رب منال مصري ما تكونش شايفين. anyway فبقول لي سلمى يا سلمى انا هفتح كذا كذا وهقول كذا. لا في حاجه؟ لا. طيب اعملي لي فنجان قهوه او صبيه وانا هاجي اخده عشان ما تتلسعيش. فقالت لي ايه بقى؟ قالت لي حاجه حلوه قوي، قالت لي يا هايا بصي هايا انا مش بشتغل لوحدي في البروجكت ده، احنا اتنين مع بعض سلمى وندى، فانا مش هينفع تقولي سلمى بس، انت ان كونتاكت معايا، ولكن انا معايا شريكه اللي هي ندى.
قد ايه احترمت اللي هي عملته، قد ايه احترمت ان هي ما رضيتش، ان مش عارفه هو في مناخيري في حاجه، مش عارفه حاسه انها كبرانه شويه ولا يمكن البتاع ده، قد ايه احترمت انها البنت ما فكرتش في نفسها وبس وقالت لي اه وبتاع، لا وفكرت في شريكتها، ان انا عندي شريكه يا هيا، ولازم لما تقولي اسم سلمى لازم تقولي اسم ندى، تقولي اسم ندى تقولي اسم سلمى. في ناس بسم الله ما شاء الله عليهم بيبقوا لطاف قوي، يقول لك اه فلانه فلانه، لا انا مشغول يعمل دلوقتي بتاع خير، كلمي فلانه في حاجه معينه. يلا ما علينا، مش دي القضيه. من تواضع لله يا جماعه رفعه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اكثر البني ادمين، يعني يا رب بس ربنا يوصلنا فتفوته، فتفوته صغنونه قوي في من تواضع الرسول عليه الصلاه والسلام، من تواضع لله رفعه. وانت لما بتمدي ايد العون لحد تساعديه، ان جنرال دي حاجه تانية خرجت فيها، بس انت لما بتمدي ايد العون لحد تساعديه، ربنا بيبعت لك ايد خفيه ما بتشوفيهاش دلوقتي، بعدين في بنتك، في ابنك، في حياتك، في مستقبلك، في مثواك الاخير، المتر في متر اللي انت بتقعدي فيه، ربنا بيبعت لك ايد العون يقول لك يطبطب عليكي، اللي هو ده عملك الطيب في الدنيا، ساعدوا الناس من غير ما تبقوا منتظرين منهم حاجه. بجد والله العظيم اعملوا الخير، زي ما بابي كان الله يرحمه كان يقول لي اعملي الخير وارمي البحر، اقول له لا بابي الناس ما تستاهلش وانت بتعمل مع ناس، يقول لي اعملي الخير وارمي البحر وهتشوفيه وهتلاقيه، هيجي لك الخير اللي انت عملتيه بطريق غير معلوم وغير انت مش واخده بالك ان ده الخير. ولذلك انا دايما بقول ان انا بحمد ربنا على نعم والتي لا تعد ولا تحصى، ما علمت منها وما لم اعلم، ان في نعم انا مش شايفاها مخفيه عني، فانا بشكر رب. بس حركه حركه دوختيني ورا الكاميرا. بشكر ربنا على النعم دي. نيجي بقى نفتح هذا الشيء اللي انا كنت طالباه ونشوف سوا حصل ايه. لا وايه، هفتح ونشوف جواه ايه، وهي اللي لذينه اما اقفلهولي كانها مقفله سر من اسرار الدوله زي ما قلت لكم. لا وبعتالي مسج في منتهى الرقه، باينه باينه مكتوبة ايه يا فريدة؟ انا مش شايفة بعيد عنك يا بنتي. هان 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 ميد، والله ما انا مش شايفة كمان، نضارتي ضعفت سوري. مكتوب هان ميد with love and care نولا هان ميد جاليري. هو اكشولي انا بقولها نولا بس هي البنوتة عشان دبل الف بتقول لي نولا، بس انا شايفة ان هو نولا، نولا هاند ميد جاليري. انا مش عارفه باين ولا لا، بجد كتر خيرك عاليه ابو ليا، شابو لكلامك، ميرسي يا عاليه، ده من ذوقك والله. سلمى عبد الحافظ، احنا اتربينا كده تقريبا، احنا اخر جيل اتربى على المبدا المبادئ دي، اتمنى نعرف نربي ولادنا على كده. والله يا سلمى انا عايزه اقول لك حاجه، انا ساعات بقول انا غلطت ان ربيت بنتي زي ما انا اتربيت، لان بنتي طالعه مسكينه وغلبانه جدا، وطلعه رقيقه وشها بيحمر وبتتكسف وبتاع، وبتعامل الناس مش بقى بفكره خدوا بالكم الحيطان ليها ودان، لا هي بتعامل الناس بفكره خدوا بالكم الملائكه ليها اقلام. بصي انا مش محجبه تمام، بس ده لا بالحجاب ولا باللبس ولا باي حاجه خالص، ده بالقلب. وانت اتربيتي على ايه وتعلمتي، مساء الخير يا سندا، بالقلب وتربيتي على ايه وتعلمتي ايه، كائن عجيب داخل بيقول هاي. طب هو انت فاهم احنا بنتكلم على ايه؟ واسمك شكله باين هندي باكستاني، انت فاهم احنا اتكلمنا على ايه؟ سلمى عبد الحافظ نولا فعلا، صح نولا صح، انا مش غلطانه. سلمى ايه؟ هي سلمى ايه؟ روحي جيبي نادي يا سلمى، لسه كنت بتكلم عليكي. ايوه ما انت اللي بتكلميني من فوق اهو، ايوه. سوري سوري، كنت فاكره ان سلمى تانيه. ثواني بس، انا داخل معايا حد بيقول لي هاي. طب هو انت فاهم احنا بنتكلم على ايه يا راجل يهبل؟ جاي من الهند تقول لي هاي؟ استنوا ما اعمل له بلوك الراجل ده. سكوتشي ليش؟ لا لا ليه حرام ليه؟ هو انا شعرفني مين ده؟ هو عامل ايه بس الهاي؟ لا ما هو ده جروب سيدات فما ينفعش يخش فيه رجال من اي نوع، ولا عرب ولا اجانب ولا اي حاجه. اجانب الاجانب محترمين ما بيخشوش، عكس اما شات اب. في واحدة من صاحباتي متجوزة راجل هندي. سكوتش سارة عوض رد فعلك يا هلك ضحك. شكرا. بصوا بقى دي ال هفتح مفتاح واستنى وبطل ورغي. بصوا دي اللي ايه، استني استني، طبيت القهوة اه، نعطيك فنجان قهوة وشوية تبولة اتدلقت واتدلقت اه.
ده لولولولوي بالطريقه الشيك. برضه حاطه لي هنا يعني هي اساسا مكلفه الارت وات ذا سيم تايم الامبلاج اللي عاملاه او الباكجنج اللي عاملاه هرت نفسها ستيكرز وهرت نفسها فلوس. ثانك يو هروا نفسهم يعني ثانك يو ثانك يو ورباط شيك والبتاع ده. على فكره انت عارفه ان البتاع ده انا مش هرميه، انا هستخدمه في الاوردرات بتاعتي، هطبقه واستخدمه في اوردراتي، اعمل له ريسايكلينج. نفتح بقى ال 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 الارت اللي عملته لي نولا. ده انا هعضك عضه يا سلمى، يا سلمى هعضك عضه ما بيتفتحش. لا مالكيش انت. لا اوكي ايه فتحته وللحوج والحج زيك على رأي معالي زايد الله يرحمها زيك. فاكرين لما كانت طالعه في مسلسل ومش عارفه بتقرب بتربط ايه تقول زيك اهو فتحته حرام عليك. انا كنت هتفتح. ام سو اكسايتد يا جماعه، وهفطس واشوفه عندي قاعد من خلف الشاشه متفرجين حشرين يعني عارفه اللي هو ايه. انا عايزه اعمل معاك يا ماما. طب تعالي قدام الشاشه. لا طب خلاص. يبقى خليكي في الخلفيه وانا افتح وانت. لا هفتح هفتح كده شايفه يا مامي. ايه يا رب يا رب اعرف افتح. سلمى هقعدك بتضحكي يا سلمى. ممكن افتح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فتحنا اول طبقه. تقولش ولادة قيصرية عمالين نفتح طبقات طبقات المعدة عشان انا والدة قيصرية فعارفة. فتحنا اول طبقة في شوكولا. في شوكولا don't tell me. هو في ايه يا سلمى يا سلمى في ايه يا سلمى انت وندى؟ بصوا حطالي شوكولا. الله اصلا شكل البتاع مش هاين عليا. افتحه. هجيلك هجيلك يا وعودي والله هجيلك. سلمى عبد الحافظ انا بلف الحاجه كويس قوي عشان شركه الشحن بقلق قوي على الحاجه. ساره عوض تعالي يا فريده تعالي ما تتكسفيش. لا ده لو فريده جت كانت اشوف تقول انت ماشي بحمار كان زمانها دلوقتي بقت هدوم من غير بني ادم ساحه زي توم جيري. سلمى عبد الحافظ انا عارفه انت بتلم. نعم فريده كنت هنفجر. ايوه تعمل بوف. انت بتلفي الحاجه علشان شركه الشحن بس انا كنت هفطس واشوفها. البنت بعت لي الحاجه من شهر وانا نفسي اشوفها قوي. لا وايه عاملالي من فوق بالظبط. انا مش عارفه هو ده كان قصدك ولا لا. انا حاسه ان هو كانه عش عصفور وفي بيضات بيض يعني البيضات بتاعه العصفور. والحمد لله انها ما حطتليش بيبي حمامه ولا بيبي عصفوره كده كمان الا كنت وحياه ربنا ما فتحت البتاع ده. بس بصوا الجمال بصوا الحلاوه والرقه والله العظيم انا مش عارفه ربنا بيوعدني بناس جميله قوي الحمد لله رب العالمين. بصوا خدي فرقعي فريدة بتحبي تفرقعي البتاع ده. شكرا. لا بسم الله الرحمن الرحيم. عارفة انا بفتح بالراحة ليه؟ عشان اشيل العشة دي واحطها زي ما هي هعملها ديكوريشن وحياة ربنا. بس يا رب القطط ما تعملش فيها حاجة يعني ايه يموتوها اللي هي البيردز نست اللي انت عاملاها لي دي. فعلا سكر فعلا لذيذة دمها خفيف خفة. بصي انا حطيتها هنا اهو مش عارفه باينه ولا هي مش باينه بس انا حطيتها هنا اهو. هشوف لها دلوقتي طبق واحطها فيها واعملها. اه انا عندي طبق بس في حاجات. فين الطبق السيلفر يا فريده؟ انا مش عارفه اللي كان فيه الشوكليت اللي مش عارفه اسمها ايه. معلش مش عارفه. طيب يا نهار ابيض دي عاملاها زي ما قلت لها بالظبط. انا مش عايزه افتحه مش عايزه افتحه. انا غالبا هحتاج مقص. فريده ينفع تجيبي لي مقص بعد اذنك؟ بص اول طبقه بص يا لهوي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا الجمال بصوا الشياكه. شفتي يا فريده؟ شفتي الجمال ده؟ انت عارفه طبعا انت فاهمه في موضوع الريزن ارت ده. هو هي ده هو ايه ده هو دي ده هو ده هو ده هي عامله الشغل الريزن ارت وحاطه معايا زي ما قلت لكم الورد الطبيعي الجاف. بعتت جابته لي اونلاين قالت لي هتاخر عليكي شويه. لا وايه بقى
مش عشان مثلا انا قلت لها انا عايزه، قالت لي اه حاضر هعمل لك. قالت لا بصي يا رايا انا عندي اوردرات الاول هخلصها وبعدين هعمل لك الاوردر بتاعك. ات ذا سيم تايم الورد بتاعك انا هبعت اجيبه لك من بره. بصوا الامانه، بصوا الامانه اللي هو مش ايه اه حاضر عينيا وبتاع وتخليكي بقى كل شويه تجري ورا خلصي يا بنتي خلصي يا بنتي. لا بالعكس، قالت لي بصي يا رايا انا عندي اوردرز هخلص اوردراتي الاول اللي الناس طالباها مني وبعدين هعمل لك الاوردر بتاعك. ات ذا سيم تايم هبعت اجيب لك الحاجه بتاعتك اللي انت طالباها قلنا. اول ما الحاجه جت راحت مكلميني قالت لي بصي هاي الوردات جت بس برضو لسه الحاجه بتاعتك مش هعملها غير لما اخلص الاوردرات اللي عندي. قلت لها براحتك خالص، حقك طبعا وحق اللي طالب قبلي، صح ولا انا غلطانه؟ لو كنتش قدامي دلوقتي يا سلمى كنت عديتك حته عضه. مش عارفه افتح الحاجه يا شيخه، حرام عليكي حرام عليكي. الفيورز هينزلوا مننا يا سلمى هيزهقوا. يا الله يا ولي الصبرين، اقطعك ازاي؟ اجيبك منين؟ طبعا فريده قاعده ورا عماله كل شويه تعملي ايديها كده اهو. انا مش بعمل كده. وانا دايسه على لسانها شخليتك كده. ما مش بعمل كده. اسكتشي اسكتشي. لا ممكن تديهولي. شفتوا؟ حمرتيني وشي يا سلمى من كتر ما انا عماله بعمل. بس اديني البابل راب وهتحطي. اه هديك البابل راب. حاضر شكرا. ايه فتحنا اول واحده، فتحنا اول واحده. طيب ماشي، قصدي فتحنا تاني واحده. بجد يا جماعه I'm impressed. انا مبهوره. اتفضلي. شكرا. لا شكرا. بصوا الجمال، بصوا الجمال. انا طب انا دي بالذمه يعني انا عايزه اقول لكم، طب انا دي احط عليها ازاي حاجه كب كيكس؟ مش هقدر يا فريده. دي جميله. لا لا ما يهونش عليا احط عليها حاجه. ما يهونش عليا يسيبه. مين يسيب حبيبه؟ ازاي نعيش بعدو؟ هي فتحتها كلها. يا نهار ابيض، عاملاها لي زي ما انا طلبتها بالظبط، انها تبقى من تحت غير مستويه. عايزه دي يا فريده؟ فين الجروب بتاع سلمى؟ طب حاضر يا ساره هقفل واحطه لكم. حاضر، انت مالك؟ انت مولوده بنت سبعه وانت رخره ولا ايه يا ساره؟ ريا وسكينه. هحط الجروب يا سلمى، الحقينا بالجروب. انزلي والنبي انزلي بالجروب يا سلمى لغايه اما اقفل اللايف واحط لكم البتاع ده، احط لكم اللينك بتاعها. بصي يا فريده قومي دوري لي دلوقتي حالا على السيلفر بلايت اللي كنت حاطه فيه الافتر 8. اوكي اوكي هتلاقيه. بصوا بصوا الجمال. واو ما شاء الله. شفتي يا ليندا الجمال؟ فاكره يا ليندا لما قلت لك انا عندي بنوتات ممكن نعمل كولابوريشن مع بعض في الصابونات للهدايا ومع باتول ونحط الحاجه والكلام ده كله؟ بصوا ايوه هو ده اللي بدور عليه. شكرا يا روح قلب الام. ده اللي كنت بدور عليه. هي بتقولي مش عارفه هو فين. انا بدور عليه ليه؟ عشان العشه اللي كانت عاملاها لي سلمى وندى انا هعملها ديكوريشن كده. هيبقى دي هتبقى البيز بتاعتها عشان حاجات بسيطه قوي ممكن تغير لك شكل الديكوريشن اللي في بيتك. حاجات بسيطه قوي على فكره، ولا حاجه من اللي انتوا شايفينها دي في البتاع دي عندي حاجات غاليه يعني بجد. يعني ده جايباه من اللي هو المراكز بتاعت من درهم ل10، مش عارفه جايباه سبع درهم ولا معرفش ايه. دي عندي من زمان، دول جايباهم من الجلوبال فيليج مش عارفه الثلاثه اللي هم سي نو ايفل هير نو ايفل، بس تحس انهم فصلين روحهم من الضحك زي صاحبتهم اللي هو انا. سي نو ايفل هير نو ايفل سبيك نو ايفل. الثلاثه دول باشمهندسين، دول جايبه لهم من جلوبال فيليج مش عارفه كنت جايباهم بكام، حاجه كده بسيطه قوي في اخر الجلوبال فيليج. فاللي هو انت ممكن تعملي حاجات كتير قوي 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 ومش هتقدر تدفعي فيها ملايين الدراهم. لا بالعكس، فهي عملتهولي زي ما انا عايزه. انا قلت لها انا مش عايزاه مستوي، انا عايزاه يكون شكله ابستراكت يعني ما هوش حاجه كده ستريت. فهي عملت لي اللي انا عايزاه. بصوا، وعملت لي ال قالت لي عايزه ال اللي هي اللاين بتاع الاوت لاينز بتاعته عايزاها سيلفر ولا اوكسيدي ولا ايه. قلت لها عايزاها اوكسيدي عشان يليق مع المكان اللي هحطها فيه.
انا مش من نوع الناس اللي بيقولك اه ده انا حاطه سيلفر ما ينفعش احط معاه اوكسيداي، انا حاطه اوكسيداي ما ينفعش احط معاه سيلفر. انا بخلط الالوان اللي تمشي مع بعض، السيلفر مع الاوكسيداي مع الكريستال مع المعرفش ايه الحاجات دي كلها. بصوا جمال، واو بجد فعلا يستاهل الصبر والانتظار ده كله. سلمى حطت لكم لينك الجروب اهو يا جماعه. الواحد كان نفسه يطلع فنان بعد ما شفت التحفه دي، بجد تسلم ايديه. ومش كده برضو، وندى خطاب اهي شريكه سلمى. سمعتي يا ندى سلمى قالت لي ايه؟ حتى لما بقول لها يا سلمى طب يلا عشان نعمل قالت لي استني اما اتفق مع ندى الاول عشان نشوف ممكن نكون مع بعض امتى. طبعا انتوا فاهمين بس انا مش هقول عشان تبقى مفاجاه. تسلم ايديكوا سلمى وندى، ورقه الالوان ورقه الورد. بطلي ترقعه ورا الشاشه تعصبت اهو مقعدك. رقه الالوان ورقه اختيار يا بنتي بس. ورقه اختيار ازاي نحط الوردات في الاماكن. انا ممكن اجيب ورد اروح حطها زيري بيه وكده اي حاجه وننزل عليه بالريزن اللي هو السائل ده ويلزق وقت ما يلزق. لا هما زي ما تقولي حاطينها بيس باي بيس. وبعدين خدوا بالكم الريزن ارت ده فيري تريكي. اول حاجه ما بتطلعش قطعه شبه اختها، كل قطعه بتطلع مختلفه عن الثانيه. تمام؟ حتى لو طلبتي منها نفس اللي هم عملوه الهايا، كل قطعه بتطلع مختلفه عن الثانيه في كومباينيشن الكالرز وترتيبه، لان ده شغل يدوي. اوكي؟ داليا اسماعيل فظيعه جدا. بص يا داليا، اول اللايف كنت بقول ان وشي يا جماعه اطمنوا وشي، والله ما فيهوش حاجه، بالعكس ده انا اول مره اشوف وشي من ايام ما كان عندي 25 سنه، من سنتين كده اول مره اشوف وشي ناعم ورقيق. راسي اللي ورا انت، اول مره وشي رقيق كده زي وش البيبي. والله العظيم بتكلم بجد، مش بجامل. اي مش بجامل. اتخبطت ادي الكاميرا دي. مش بجامل والله. فده بقى الريزن ارت بتاع ندى وسلمى، وسلمى وندى. فاكرين كان ليا اوبرا وعايده وعايده اوبرا؟ سلمى وندى وندى وسلمى. تسلم ايديكوا على القمر ده والجمال ده. وبصراحه اقول لكم على حاجه، هو يستاهل اكتر من سعره كتير قوي. وسلمى قالت لي سيمبا بيه داخل بس يشم يتعرف عليه. هو فين اختك يا سيمبا؟ فين كاندي بوب؟ فين كاندي بوب؟ هما سلمى قالت لي انهم نازلين معرض غالبا. يا روحي وشك منور وقمر ما شاء الله، الاحمرار هدي خالص عشان الجمهور يطمن عليكي بعد حمار امبارح. ده انا امبارح كنت ايه؟ طماطم للعصير، مش طماطم جامده بتاعت السلطه، طماطم للعصير. هي رقيقه زيك يا هايا بجد. طلعت انا مش هتكلم عشان بكسف. بتكسفوني ليه؟ بتكسفوني ليه؟ بتقولي هي مش شايفه ماما بياكل الورق. هي رقيقه زيك يا هايا بجد. بس بابا بتاكل ايه؟ وطلعت حلوه عشان انت حلوه. انا دايما بقول كده، كل واحد حاجتها بتطلع زي احساسها. ربنا يخليكي ليا يا سلمى. الهديه على فكره بينتها في الاول، اول حاجه فتحتها كتير كنت اكسايتد قوي اعرف دي ايه. لا وكان بالي اسمي. بصوا مش باينه صح يا فريده؟ لا مش عارفه اشيل سلمى. لا خليه بدل ما ينفل حرام غلبان. اوكي بصوا باينه. حطيت لكم خلفيه اهي. باينه صح؟ باين اسمها يا صح. بصوا جميله ازاي، دي الهديه اللي هم عاملينها لي. فانا مش عايزه اقول لكم يعني، ده انا اللي عاملاه على فكره، انا بشتغل الحاجات دي برضه. سبع صنايع بخت ضايع. مش عايزه اقول لكم رقتهم وجمالهم، ان هم حتى يفكروا ان يعملوا لي كوستر وعليه اسمي وطريقه الكتابه اللي انا بحبها. والله العظيم ثلاثه ما طلبت منهم، هم الظاهر حسوا ان انا بحب طريقه الكتابه دي فكتبوها لي بالطريقه دي. بجد انا مش عارفه اشكركم ازاي سلمى وندى. وربنا الحمد لله يعني بيوقع في طريق ناس حلوين قوي. هما قالوا لي ان هو عندهم معرض غالبا في عجمان يوم 3 يا سلمى، مش قلتي لي انت الثلاث تقريبا؟
ينفع اخدها معايا وانا نازله مصر ولا يحصل لها حاجه؟ ممكن تردي يا سلمى او يا ندى. في سارة عوض رأي اخت سكينة بتقول لك معلش انتوا حدش فاهم رأي سكينة. لا احنا مش هنقول كده قدام الناس، لا دي اسرار ما بيننا اصدقاء. يا سلمى او ندى، سارة بتقول لكم ينفع اخدها معايا مصر وانا نازلة ولا يحصل لها حاجة؟ قبل ما هم يردوا انا هقول لك، انت ممكن تاخديها معاكي بس في الطيارة فوق، ما تحطيهاش في الشحن عشان خسارة تتحط في الشحن يجرى لها حاجة، لان هم بيعاملوا الحاجة كأنها حديد، مش بيعملوها كأنها حاجة هدومك او بتاع او جايبة انت هدية لحد، تلاقي الحاجة تلاقي حاجة تتكسر. ف هما كمان هيردوا عليكي ويقولوا لك الاخبار ايه بتاع نولا بقى. ايه اللي بتاع نولا بقى؟ هو في حاجة تاني جوه؟ ما هما دول، هما دول، ما كانش فيه غير دول، الكوستر وده. ايه اللي بتاع نولا بقى؟ ايوه دي. انا بصي انا بقول لهم زي برضو ما شفيها الوكيل لو تعرفوها، اللي هي اكسسوارست. انا مش هحرق لكم المفاجاه، بس يعني انا بقول لها الشيء اللي ده مش هينفع يتعمل فيه ده، ده لازم يتحط في فاترينا ازاز ويتحط كعرض. هتعرفوا المفاجأة في أول يوم أحد بعد السنة الجديدة إن شاء الله 2021. ربنا إن شاء الله يجعلها سنة سعيدة علينا وسنة خير، وأي حد حصل له أي حزن أو أي هم أو أي فقد أو أي زعل في أي وقت ربنا يجعلها عوض إن شاء الله. آه طبعا ينفع تاخديه مصر التلات إن شاء الله. براز بقى إيه؟ بازار بازار. بتقولي التلات ان شاء الله بازار في عمان. معلش انا ده غلط، ما تكتبونيش بالعربي تاني. وترجعوا تزعلوا مني تقولي اه انت بتقولي كلام عيب، والله مش قصدي. انا بعمل لف مخصوص للسفر، لا اقصد. قولي شغل نولا، ده شغل نولا ارتس، نولا ارتس، نولا ارتس. يلا سجلي يا استاذه سلمى، صوري نولا ارتس فور هايا. ثانك يو سو ماتش يا سلمى، ثانك يو سو ماتش يا ندى، اي لاف يو كتير قوي من قلبي. انا مش عارفه اقول لكم قد ايه على جمال شغل نولا ارتس، نولا ارتس جاليري، نولا ارتس جاليري. وبجد رقه ما بعدها رقه، وذوق ما بعده ذوق، وشياكه ما بعدها شياكه. فبجد ثانك يو سو ماتش. انا عايزه ادور على كمان المسج اللي انتوا بعتوها لي، انا لسه حطاها حالا اهو. المسج الرقيقة اللي انتوا بعتوها لي، اللي هي مش عارفة باينة ولا لا، مش باينة ولا باينة؟ قولولي. اه اهي، hand made with love and care Nola gallery. Nola handmade gallery. مش عارفه اشكركم ازاي ساره، وانا اسفه سلمى وندى على الحاجات الفظيعه اللي انتوا عملتوها لي، ومش عارفه اشكركم ازاي على وجودكم معايا ويور سبورت، ان كنتوا دايما تكونوا موجودين معايا يا حبايب قلبي. شكرا ليكي يا هايا بجد، اصلا انك لا يا حبيبه قلبي، انا اللي شكرا ليكوا على مجهودكم وتعبكم وشغل ايديكوا. اجمل حاجه في الدنيا شغل الايد بعرق جبينك بايديكي، والله العظيم I really do appreciate اي حاجه، اي حد بيعمل حاجه بايده بتطلع اجمل بكتير من شغل المصانع، وبتطلع حاجه فعلا مميزه. تسلم ايدك سلمى، تسلم ايدك ندى، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. وده مش هيكون طبعا زي ما انا قلت لكم اخر تعاون، انا في اخر طلب، انا في حاجه طلبتها منكم ما تنسيش، بس عارفه انت عملتيها لي من غير ما تحسي،
بس عايزاها بقى ايه على كبير ان شاء الله زي ما قلت لك باذن الله. جمالها مش طبيعي مش طبيعي. تسلم ايديكو. واتمنى منكو بس قبل ما نقفل اللايف ندعي بظهر الغيب لعلا صاحبتي ان ربنا يفك كربها ويديها اللي قلبها بيتمناه لانها فعلا تستاهل. وندعي بظهر الغيب لكل متوفي ونقرأ الفاتحة. وصلت الفاتحة للمتوفي؟ لم تصل للمتوفي، ولكن احنا هنقرأ لهم الفاتحة اهي منها اخدنا ثواب. واصحابنا المسيحيين اخواتنا المسيحيين بكرة ان شاء الله الصيام، انتوا صايمين الصيام الصغير، فبكرة ان شاء الله انا عاملة لكم طايفش كفتة في برنامج هايرز هوم كوكينج. عاملة لكم طايفش كفتة هتاكلوا اصابعكم وراها كلكم، ومش هتبقوا متخيلين الانجريدينز اللي فيها ان شاء الله باذن الله. وربنا يفك كرب الجميع. بحبكم قوي قوي قوي. ولولا ان انا يعني وعد امين يا وعد امين يا سلمى، ربنا يفك كرب الجميع. ولولا والله والله يا سلمى وندى، لولا ان انا عندي انكزايتي واساسا انا عندي فوبيا من الاماكن المزدحمه، انا كنت جيت لكم بكره المعرض الاكزيبيشن بتاعكم. ومش عارفه اشكركم ازاي طبعا البتاع. ايوه بحاول ان انا احطها تبان، احطها تحت احسن. طيب كده ايه رايكم؟ ايوه كده احلى صح كده باين. لولا ان هيبقى فيه زحمه وكده انا والله ما كنتش يعني كنت هاجيلكم بكره ان شاء الله. بس انا عندي فوبيا من الاماكن المزدحمه بلس طبعا موضوع الكورونا فضرب كله معايا فمش هقدر اجيلكم. تسلمي هايا على ذوقك وكلامك الرقيق ده. انتي اللي تسلمي يا ندى، انتي وسلمى على شغلكو الجميل الرقيق الناعم المختلف. بجد مختلف بجد، انا مش بقول كلام مجاملة والله يا جماعة، بجد مختلف حاجة حلوة وجميلة. وفي كمان انا خدت بالي دلوقتي معلش سوري وانا بتكلم فيها اللي هي اللي بيقولوا عليها ورق الذهب، اللي هي الاوراق اللي هي بتبقى زي ذهب جولد كده، اللي هو عارفين زمان مش زمان كلنا معظمنا يعني عنده اللي هو الطقم الويكاندز والويساز اللي هو بيبقى معمول بورق الذهب اللي احنا بنقول عليه في الدارك في مصر اللي هو الويكاندز والويساز والويكاتوكس اللي هو الطقم ما اعرفش له اسم كده الطقم المذهب، فبيبقوا عاملينه بورق الذهب ده. انا بفتكر عمتي ربنا يديها الصحه انت ميمي كانت بتقول احنا بنجيب الورق ده، بعتوا جابوا لي الورق ده من فرنسا علشان يعملوا لي الصالون بتاعي. فطبعا يعني مش قادره اوصف لكم جمال الحاجه. وعد هو يوم الثلاث 22 مش بكره. ده انا فاكره بكره يوم الثلاث 22 مش بكره، انا كنت فاكره بكره. اعذروني. ايه ده يعني انتوا يوم الثلاث مش هتتفرجوا على حلقه فنجان قصدي حلقه هايس هوم كوكينج؟ هزعل منكم. شوفوه وانتوا واقفين في المعرض بتاعكم. يبقى يوم الثلاث اللي بعد الجاي مش بكره اللي بعد ان شاء الله. جولد ليف بيبر صح يا سلمى اهو اللي هو ورق الذهب. انا فاكره عمتي الله يديها الصحه ويبارك في عمرها انت ميمي كانت بتقول لي بيبقى زي، فبقول لها يعني ايه طنط ميمي هتبعتي تجيبوا لي ورق من فرنسا يعني اي حاجه خلاص من الدين؟ قالت لي انت جاهله يا بنتي. قلت لها اكيد جاهله طبعا. قالت لي ده بيبقى ليفلتس كده ورق زي كتاب بيجي، والراجل اللي هو الارتست او اللي هو طبعا هو ايامها ما كانش ارتست اللي هو كان لو سمحتوا اغطي قميص النوم اللي تحت، قصدي مش قصدي قميص النوم قصدي الفستان البيتي سمحتوا. قالت لي بي بي بيجيب كده الورق ده بطريقه معالجه معينه وبيحطه على الكراسي والبرجرات والفوتيات والحاجات دي كلها والكنب والكلام ده. فاني واي ده اللي هو ورق الفضه. هيا روح اشربي القهوه. حاسه ان انا لخبطت، انا بقول لك انا ليندا حاسه ان انا لخبطت محتاجه اشرب القهوه، حاسه ان انا قلبت يونس شلبي مش عارفه ليه. لا
هنتفرج في البازار. البازار ده بتاعكم من 9 لـ3، خلاص يعني هتشوفوني. اوكي خلاص، اوكي يا ريت هتكونوا موجودين في دبي، قصدي في عندنا هنا. طب انا لازم اشوفكم يا سلمى وندى، ده انتوا تيجوا اعمل معاكم حلقه مسجله بسرعه. قفشتك لينا تليفون دلوقتي مع بعض. ميرسي جدا ليكم انكم كنتوا معايا، وما تزعلوش مني ان انا كل شويه اطلع لكم لايف وادعيكم، بس انا بحبكم قوي قوي. وبعدين ما كانش ينفع ان انا ما افتحش ده وانا معاكم بصراحه، ما كانش ينفع ابدا. وان شاء الله باذن الله هعمل له بقى ديزاين. انا مش هحط عليه حاجه على فكره، انا مش هحط عليه حاجه، يعني اي مين انا مش هحط عليه سويت او حاجه، لا حتى هو ما يتعملش عليه ديزاين، ده هو كده لوحده. فانا هشوف له كده كورنر في البيت احطه فيه واصوره لكم ان شاء الله وابعته لكم. ونرجع تاني نقول نولا هاند ميد جاليري، ثانك يو سو ماتش، اي لاف يو جيرلز. ومن تقدم لتقدم. مروه حسني هيويا ازيك يا مرموره يا روح قلبي، عامله ايه يا حبيبتي؟ طمنيني عليكي وعلى صحتك. يا نيره مروه بقت صاحبتي. مروه صاحبه نيره صاحبتي، فلقيتهم بيسلموا على بعض، قلت لهم انتوا تعرفوا بقى، انا ما اعرفش مروه كنت ساعتها. بقول لها مين بتسلم على صاحبتي وانا مش واخده بالي دي؟ تعالي اما صاحبك انت كمان. هشوفكم ان شاء الله النهارده في لايف 3 الفجر. وميرسي يا سلمى، ميرسي يا ندى، وان شاء الله الثلاثة الجايه اشوفكم. وليندا فتصانه روحها من الضحك، اصلي انا رفعت ايدي عن جروبي بس بتابع جروبك اول ما اشوف لايف تبعك بسرعه. حبيبه قلبي يا ليندا غنتوس. ليندا غنتوس عندها جروب اسمه ليليان غنتوس، اللي هي بتعمل الصابونات. فريده ممكن تجيبيه الباك بتاع انتي ليندا اللي هو الصابون والحاجات دي، هتلاقيه في الاوضه عندي طبعا. الحاجات البريشس دي بحطها في الاوضه عندي، في الاوضه عندي. ماما شكرا. ايوه اللي عليه الهورتس. انت اللي منوره يا مرموره يا روح قلبي، يا رب دايما بخير وصحه وسعاده. ف ايه حبيبي بنت انا بقى اقدر اشوف؟ نو 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 بيبي، اي ايدي ارثرايتس يا ولاد، مش كده. ده الشغل بتاع ليندا اللي هو الصابونات والشمعات والحاجات دي. بصوا، وده عشان كنا عاملين حاجه كده سيكريت مش هقول لكم عليها، هتعرفوها يوم الاحد الجاي ان شاء الله. رندا حبيبه قلبي ماي باتر فلاي، فرشتي النونو، وده برده شغل ليندا. بصوا جميل ازاي، ده انا طلبته منها علشان ببعته مع الاوردرز بتاعتي لكل الناس اللي بيطلبوا مني اوردرات. احنا شفنا ده، وطبعا عشان الكريسماس ليندا عامله كولكشن حلو قوي 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 للكريسماس. خلوني بس اطلعه، بس مبدئيا هي عامله لي ده. بصوا ده ينفع بقى في الفالنتاينز، في الـ عيد الجواز، تحكي على جوزك بصابونتين عشان ايه جبت لك هديه، ما تجيب اي حاجه. توزيعات العرس والحاجات دي كلها، عايزه اطلع لكم بس شغل الكريسماس كمان. وبكره ان شاء الله برضو هيكون باستفاضه هنتكلم على شغل الكريسماس، لان انا الثيم بتاعي الفتره دي الكريسماس بتاع اخواتنا المسيحيين، ان انا بعمل لهم اكل. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، هي كانت عامله حاجات كتير قوي، بس كل حد يخش البيت ياخد منهم. يا جماعه طب سيبوا لي شويه. دي الريف اللي بتتحط على البيبان في الكريسماس، عاملاها بس انا مش عارفه هي باينه ولا لا من الباكجينج. كده باينه احسن عشان الاضاءه بعيده عنها شويه. ودي النجمه، بصوا حلوه قوي. في ايه تاني؟ طبعا حبيبتي كريسمس تري، بس مع الاسف مع الالم ان هي كانت عامله لي كريسمس تريز
معاهم لولو وحاطه لي فيهم لولو، بس كل اللي يجي يخش ينقي يروح واخد اللي فيه اللولو، واللي ياخد اللي فيه الالوان الكتير وياخد الحاجات الحلوه، فهي بفضل لي دول بقى بس بألف هنا يعني، قصدي بالعافيه عليهم طبعا. اي حد يخش عندي عجبته حاجه يعني بين ايديه يعني. وطبعا دي هي كانت، هي كانت عامله لي باك هديه كده، كان من ضمنهم ده الدونتس. الاطفال اللي دخلوا البيت خدوها افتكروها دونتس حقيقيه، لان ده شغل ايديا وحياه عينيا حقيقي، شغل ايديكي. واو حلو قوي الهانز دي، ده شغل ليندا يا 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 سلمى. رندا روح قلبي حبيبه قلبي، ماي بيست 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 ثينج، الباترفلاي حياتي. بتقولي هيويا وقلوب كتير، هي اصلا رندا دي عامله زي الايه، زي الفراشه رقيقه وناعمه وبتاع وحاجه كده لذيذه لذيذه. فدي كانت عاملاها لي كمان ليندا الدونت سليندا. الاطفال اغتنموها انها غنيمه ما فضلش منها ولا واحده، حتى كريسمس تري الثانيه اللي لقيتها لقيتها برضو من غير لولو، اكل اللي فيها اللولو. فان شاء الله باذن الله في حاجات كتير حلوه قوي هنعملها مع بعض، ناس كتير هيعملوا حاجات كتير مع بعض، وناس كتير هيبقوا مع بعض وينضموا سوا. حبيبتي منوره الدنيا، اللي انت اللي منوره الدنيا يا نونو يا روح قلبي. نوى صلاح دي لازم تخشوا على الجروب بتاعها، مش هتبطلوا ضحك. سيده التيك توك الاولى بتعمل حاجات في نفسها، وتحط حسنات وتحط توك، قصدي اي شاربس كده، وتربطها بطريقه معينه وتقعد تتكلم، قولي قولي بتضحكني بتموتني اروح من الضحك. ده غير القفشات اللي بتحطها في الكومنتس عندها، مش ممكن، فظيعه. فكفايه بقى مش هطول عليكم عشان ما تزهقوش مني، انا كنتوا السهرانين لسه هيشوفوني الساعه 3 الفجر، والاخرين شايفه هيشوفوني بكره ان شاء الله الساعه 9 مع هايس هوم كوكينج ان شاء الله. هتوحشوني من هنا ل 3 الفجر، ومن هنا لبكره الساعه 9 بالليل ان شاء الله في هايس هوم كوكينج. بحبكم وميرسي لوجودكم معايا.